ما قالت لك مالها؟ هي مالها؟ مش عارفة، حالها اتقلب. مش دي مريم اللي انا ربيتها بنفسي؟ فوتي ربيتها دي، كملي. مخها مش في راسها، تبقى بتكلمك وبصالك وهي شايفة حاجة تانية في حتة تانية خالص. عايزة تكملي معلوماتك الناقصة دي؟ كل اللي حكيتيه ده حاجة كده اسمها الحب. ايه؟ مريم بنتي بتحب وما تقوليش؟ هتقول، خليها تتكلم في الوقت اللي يناسبها. اهي جايبة كاتي تبات عندها ونازلين ود 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 يعني احنا امها وابوها ما نعرفش؟ البنت السودة المعفنة دي تعرف عملنا؟ لاحظي بقى انك انت حولتي الحكاية دي لمنافسة وحرب بينك وبين كاتي، وحرب عنصرية كمان، عشان هي سودة وانت بيضة. ما تنسيش انك انت افريقية زيها، وعند حبايبك الامريكان انتوا الاتنين من افريقيا. جوزي مرح، يخرب بيت خفة دمك تخنق.